السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنلف مع بعض ورق العنب بالمسطره بطريقه فظيعه جدا، يعني سريعه جدا، ويعني ومش مكلفه خالص. هتلفي الورق العنب زي المحترفين بالظبط وبمنتهى السهوله. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش بقى في لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات، ويا ريت طبعا ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى مع بعض هنعمل ازاي ورق العنب بالمسطرة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة عندي بعملها، باخد ورق العنب زي ما هو كده، بغسله معايا كويس جدا وبغليله مية على النار، وببدأ ان انا احطه في المية بالشكل ده كده. بمجرد بس ما بياخد معايا لون بروح طبعا مصفية المية بتاعته، وبروح نازلة بيه على طول على في بول عندي على جنب، وبعد كده بغسله غسله كمان، لان ورق العنب مش بيبقى يعني مش بينضف بسهوله، فالافضل ان انت تغسليه غسلتين، هيطلع معاكي نظيف جدا وما فيهوش اي تراب ولا اي حاجه. بعد ما بحط بقى معايا ورق العنب بحطه عليه رشه ملح، بحط الميه وعليها رشه ملح عشان نعمل مع بعض ورق العنب. ما بخليهوش يغلي، بمجرد بس لونه ما بيتغير برفعه على طول من على النار. بجيب بقى معايا بصلاية كده واحط عليها شوية زيت، بمجرد بقى اللون بتاعها ما بيتظبط كده معايا، ببدأ ان انا اضيف عليها عصير الطماطم. طبعا تكوني مصفياه كويس جدا، بعد كده بجيب بقى معايا الرز مغسول بحط عليه خضرة، كزبرة وبقدونس وشبت. بصي، الخضرة بتعلي القيمة الغذائية بتاعت الأكلة، وفي نفس الوقت بتظبط الطعم بتاعها، فانت طبعا اعملي الكمية اللي انت شايفاها مناسبة بالنسبة لك. بحط رشة ملح وعليها طبعا رشة كمون وطبعا رشة فلفل أسمر، وبنزل عليهم على طول بالصلصة. بديهم طبعا تقليبة كده كويسة، طبعا ما تنسيش تضيفي معاكي شوية زيت كده، الافضل طبعا ان انت تستخدمي زيت ذرة او زيت دوار الشمس، لان الحاجات دي تكون خفيفة جدا في الاكل. دلوقتي بقى بجيب بقى عشان الفها معايا، بجيب عندي كيسه ومعايا طبعا مسطرتي في ايدي، وبحطها بقى كده. بصوا، بقفلها الاول من الجناب الاتنين بالشكل ده كده، وبعدين بغطي عليها اللي فوق وبحطها كده، بغطي الكيسه بيهم وبمسكها وبشدها معايا، بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطبعا بكمل الكميه كده كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه. بالطريقه دي بتلاقي الوصفه معاكي تطلع جميله جدا، الورق بيتلف حلو قوي وما بيتفكش منك خالص، ولا حتى لما بتحطيه في النار بيتفك من غير بقى ما تغطيه وتحطي فوقيه طبق ولا اي حاجه. بتعملي كده اهو وتتنيها وتحطي عليها الكيسه، وبالمسطره بقى تضغطي. بصي، اضغطي كويس جدا، الضغطه بتاعتك هي اللي بتعمل اهي. بصي، لو فيها اي حاجه طالعه سويها عشان تطلع معاكي في الاخر الصباع مظبوط جدا. اضغطي بقى بالمسطره في الناحيتين، لو ضغطتي في ناحيه واحده بس هتلاقي ناحيه سليمه وناحيه لا، لكن لو ضغطتي في الناحيتين هتلاقيها عملت معاكي بالشكل ده كده كويسه جدا. وكملي بقى قرصت كده بالشكل ده، هوريكوا واحده اخيره بقى. بصوا اهي، بصي بقى الصباع طالع ازاي، جميل جدا ما بيتفكش مني ابدا.
بصي سهلة جدا يعني، انا كنت عاملاها ببطء عشان بس الناس اللي ما بتعرفش تلف الورق كويس يتعلموا الطريقة ازاي. بصي بقى سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت سريعة جدا. اخلص بقى الكمية كده كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقة دي. انا بقى في المرحلة دي انا عاملة اتنين مع بعض، يعني لو انت مش عايزة تعطلي نفسك وتقعدي تعملي واحدة واحدة تقدري تعمليهم اتنين مثلا مع بعض، تلاتة مع بعض على حسب الورقة بتاعتك. وطبعا بالمسطرة بنضغط عليها اهي، لو انا كملتها بايدي مش هتديني نفس النتيجة اللي انا ضغطها بالمسطرة. بصوا بقى كده، تشدي الورقة من فوق كده اهي، بقوا الاتنين معايا معمولين جمال جدا. فدي كده فكرة تانية لو انت عايزة تعمليها بسرعة جدا وفي نفس الوقت بشكل حلو جدا. شايفين طبعا ورق العنب شكله عامل ازاي، بصراحة جميل جدا وماسك نفسه قوي ومش بيتفك بسهولة خالص. بكمل كمية طبعا بنفس الشكل وبنفس الطريقة لحد ما بنخلصها. اضغطيها بقى كده كويس جدا وبصي عليها فظيعة جميلة جدا. عملتها بقى كلها كده بالمسطرة، بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين طبعا شكلها جميل جدا ازاي. بجيب بقى معايا معلقة صلصة من الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض وبحط عليها رشة ملح، وتقدري تضيفي بقى عليها شوربة او مكعب مرق ومية سخنة زي ما تحبي. احط طبعا الملح وانزل عليها بالميه لان ما كانش عندي شوربه. هديها بقى تقليبه كده كويسه وهنزل بيهم على طول، ما تخليش الميه تغطي الورق بتاعك، لان انت ما تنسيش ان كميه الرز قليله جدا وانت مزوده طبعا خضره ومزوده طبعا الورق والحاجات دي كلها بتاخد معاكي من المساحه، فما ما تغطيش الميه كلها ما تغطيش الميه بكل كميه المحشي. سيبي اول صف كده يكون ما فيهوش ميه، المية لما هتغلي هتطلع تسوي معاكي كويس جدا. عملتها بقى كده معايا، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بتمنى بقى بإذن الله الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتجربوا الوصفة. لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي ما تنسونيش في الكومنتات، وما تنسونيش طبعا في لايكات وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل الإشعارات. وطبعا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شايفين بقى كده الرز شكله جميل جدا ازاي ومستوي معايا ازاي.